يقول السائل: هل يوجد دليل صحيح على أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ لا أعلم شيئا من ذلك. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الجنة، زوجاته في الدنيا، هذا الذي ثبت أن يكون زوجاته في الجنة، لأنه لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله فهن زوجاته في الجنة. نعم.